درو ده شي راندمون دايجرامز فور ذا بيم. عندنا AX مش محتاجينه، في CX، في AY و CY. ناخد المومنت عند ال A، وبعدين ناخد سيجما ال FY عشان نجيب ال AY. هنا نجيب ال CY، ال CY يتضرب في المسافة كلها ماينس الخمسين وماينس الاتنين في خمسة، ده اللود في نص المسافة. إذا السي واي بتساوي 50 و25، 75/10، يبقى من سيجما اف واي عندنا الاي واي مع السي واي ماينس 2/5 يساوي 0. إذا الاي واي يساوي 2.5 كيلومتر بقية العشرة. كده جبنا الرياكشنز. نرسم، نبدأ من أقصى اليسار، نطلع 2.5، وبعدين من هنا لهنا ننزل 10، يعني عند 7.5، يبقى ده 2.5 كده ماينس 7.5، وده ال V الأول. نمشي أفقي، ماينس 7.5، وبعدين نصعد 7.5 اللي هو الرياكشن، واكتب هنا ال V بالكيلو نيوتن. عندنا دلوقتي اريا موجبة واريات سالبة، وعندنا concentrated moment. الأول نحسب المسافة دي اللي هيكون عندها الماكسيمم بوزيتيف مومنت، المسافة دي هتساوي 2.5 على اللود اللي عندنا الديستريبيوت 2، يعني 1.25. يبقى الاريا دي بتساوي نص المسافة، القاعدة يعني مسافة القاعدة في الارتفاع 2.5، يعني 1.25 في 1.25، 1.5625. الاريا دي موجبة. طب والاريا دي ناقص نص القاعدة اللي هي بإيد ده، اللي هو 3.75 في الارتفاع اللي هو 7.5، فارتفاع بالسابع هتتسلب بره، يساوي نص 3.75 × 7.5 14.625. وهنا 7.5 × 5 يعني 37.5. كده جبنا 3 areas لازم مجموعهم مع الكونسنتريتد مومنت يساوي 0. بس طبعا نقفل، نبدأ بالصفر ونقفل صفر. من هنا لهنا في 1.5625 موجب، والصفر بتاع الشير هنا، وبالتالي ما مس صفر كده. من هنا لهنا هنزل الاريا دي، وبالتالي 1.625 ناقص الانسر ناقص 12.5، واحد بوينت ستة اتنين لا خمسة ستة ناقص 14.0 1.25 تربيع، هي 1.56 ناقص نص في 3.75 × 7.5 تطلع 12.5. برضو الصفر هنا
يبقى كده يبقى ده ناقص 12.5 كيلو نيوتن دوت متر. وعنده المومنت عندي 50 سالبة، يبقى الانترنال موجبة، يبقى أجمع مع ده 50، 37.5 موجب. الاريا دي سالبة 37.5 وكونستانت، يبقى انزل خط موجب موجب وهنا سالب. المسافة دي مرة تانية جبتها ازاي؟ قسمت الشير على الديستريبيوتد لود، وانا عندي 2.5 وبنزل كل شوية 2، فاتنين ونص على 2 اديني المسافة اللي اوصل فيها للصفر. حسبت الاريا دي ازاي؟ نص القاعدة في الارتفاع. حسبت الاريا دي ازاي؟ نص الباقي من الخمسة، اللي هي 5 ناقص 1.25، دي المسافة، اضربها في نص واضربها في الارتفاع ده اللي هو 7.5، طلع الجواب 14.625. ده بالسالب، وكان عندي 1 بالموجب، 1.5625 ناقص الانسر طلع -12.5، يبقى موجب هنا سالب. صعدت الخمسين اللي هي في الاصل سالبة اكسترنال تبقى جوه الانترنال يعني +50، فوصلنا البلس الرقم ده. عندي 37.5 بالسالب وبالموجب، نقفل صفر الكيرف اللي بينهم او الخط اللي بينهم، طالما ده كونستنت ده خط، لو كان خط يبقى ده بارابولا من الدرجة الثانية زي ما احنا شايفين.